السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى في فقرة المبيدات والمخصبات هنكلمكم في جزئية مهمة جدا، لأن في ناس كتير سألت عليها. إيه الفرق ما بين الكبريت الميكروني، ده الكبريت الميكروني يا جماعة، وإيه الفرق بين الكبريت الزراعي؟ طيب خلينا الأول نقول لكم كل واحد الأول اتصنع لإيه، تمام؟ يعني كبريت الميكروني اتصنع لإيه، والكبريت الزراعي هو أصلا ده موجود في الطبيعة، والكبريت الميكروني ده اللي مصنع. لما الكبريت الزراعي ده موجود في الطبيعة، خلقه الله كما هو موجود في الجبال، بيجي من الجبل عليك على طول، بيتكسر بس ويتعمل فيه تعديلات بسيطة ويجي عليك على طول، تمام يا جماعة؟ تمام. نيجي للنقطة اللي بعد كده، كبريت الميكرون يا جماعة عاملينه ومصنعينه للرش خصيصا، بيترش بس ما يتحطش في التربة، بيجي بعباط صغيرة وغالي مش رخيص. لما الكبريت الزراعي العادي ده رخيص الثمن، بيجي في عباط كبيرة، حجم بتاعه أكتر من 10 مايكرون، تمام يا جماعة؟ حجمه كبير. الكبريت الميكروني بيختصر دوره ان هو كوقائي فطري، رش بيقل النبات من الفطريات، وبيمد النبات برضه بعنصر الكبريت، بس ملوش اكتر من كده، تمام؟ يعني يعمل كمبيض وقائي، وجانب كده بيمد النبات بعنصر الكبريت، تمام؟ وبيترش بمعدل 2.5 جرام، 2.5 جرام لكل لتر ميه، 2.5 جرام لكل لتر ميه، لان لو حطيت اكتر من كده للكبريت الميكروني، اكتر من 2.5 جرام النبات يموت، تمام؟ ماشي. نيجي بقى للكبريت الزراعي. الكبريت الزراعي ده صديق الفلاح، هو بيكمل الفطريات، تمام، وبيحسن لي التربه، يعني ممكن تحطه في التربه بيحسن التربه، ومطهر عامل التربه، وبيظبط لي بيئه التربه. ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة بيعمل إيه؟ بيمنع لي من الفطريات، لو في مرض في قلب الأرض، ولو في فحارات، ولو في حلزونات أرضية، حلزونات زي الكبريت، زي القوقع بقى، والحلزونات الأرضية دي أنت عارفينها طبعا، إحنا كذا مرة جبناها في فيديو ورنا لكم، مش محتاجة بقى. القواقع الأرضية أو الحلزونات الأرضية زي ما بيقولوها عليها بتوع البلاد العربية، بتوع الدول العربية الشقيقة، إخواتنا يعني. ماشي. ناخد جزئية جزئية. أول حاجة بنقل التربة من الحشرات، دي مفروغ منها مع السوبر فوسفات، وطبعا بيتضاف يا جماعة مع السوبر فوسفات. بيتحط الفدان من 250 ل 300 كيلو جرام كبريت زراعي، للفدان من 250 ل 300 كيلو جرام كبريت زراعي، اللي هم من 3 ل 4 شكاير 50 كيلو جرام، تمام؟ تمام، ده الكبريت الزراعي. تاني حاجة بنقل التربة، مطهر عامل التربة من الفطريات، من نماتودة، من لو في امراض فطريه خطيره، زي مثلا انت كنت زرع بصل وانجاله سرطان البصل مثلا، وعايز تطهر التربه، يبقى الكبريت، يبقى عليك بالكبريت. الكبريت الزراعي بيتعفر به النباتات، يقيها من الحشرات ومن الفطريات، زي الباذنجان مثلا، الباذنجان والطماطم، اهي الباذنجان اهي يا جماعه، الباذنجان والطماطم بيتعفروا بالكبريت عشان ما يصيبهمش الافات، سواء افات فطريه او افات حشريه، وبرضه بيمد لي، بيدفي النبات ويمد النبات بالعنصر الكبريت، لان بنزع الندى بيتحول لحمض الكبريتيك، فيقوم النبات يثمر بطريقه كويسه. يعني البدنجان المفروض تتعفر بكبريت، تمام؟ تمام. نيجي للنقطه اللي بعد كده، بيظبط البيتش. بيتش التربه دي عباره عن ايه يا جماعه؟ بيتش التربة دي اللي بيحدد القلوية والحموضة. بيتش التربة بيحدد القلوية والحموضة. للأسف أنا كنت عاوز أجيب قلم معايا بس نسيت أجيب قلم، بس أشرحها لكم كده، إيه يعني كروكة كده. طيب خلينا الورقة دي أهي. بصوا يا جماعة، البيتش عمود البيتش هنا، طالما أنا نسيت أجي أحط لكم صورة على الشاشة بالعمود بتاع البيتش ده، أو مقياس البيتش، بيبقى في النص هنا صفر،
فالنص هنا صفر، من هنا سبعة ست خمسة، ومن الناحية التانية تمانية تسعة عشرة حداشر. دي أعلى حاجة في الـ pH. طيب احنا قلنا هي في النص هنا، خليني اشرحها لكم برضو. قلنا في النص هنا، خليها الزلطه دي في النص هنا صفر، يعني دي صفر، هنا تمانية، هنا سبعة. تمانية ده أرض قلوية، وقلوية ضعيفة، وده الحالة المناسبة لأي أرض. يعني بيتش تمانية ده، دي أكتر أرض مناسبة للزراعة، وأحسن أرض عندي تتزرع البي اتش لما يكون 8. البي اتش لما يكون 7 ده أرض حمضية. للأسف الشديد الحموضة مهما كانت ضعيفة برضو بتأثر على النبات. تمام يا جماعة، بتأثر على النبات. دي بقى الحموضة دي هتعمل لي إيه؟ هتعمل لي طبعا لخبطة، لأن الأسمدة اللي موجودة في السوق كلها قلوية. الأسمدة اللي موجودة في السوق، إحنا قلنا هنا القلوي، هنا الحمض، من أول سبعة وأنت نازل على تحت، سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة واحد، تمام؟ هنا تمانية تسعة عشرة حداشر، ده القلوي. طيب اللي قلنا الأسمدة اللي موجودة في السوق كلها قلوية، ماليش دعوه بقى بالكبريت، مش سماد دلوقتي. الكبريت ده مش سماد دلوقتي، مش دعوه بالكبريت، اي سماد تاني، سواء السماد الازوتيه، سواء فوسفور، بوتاسيوم، كل الاسماد دي قلويه، حموضيه. الاسمده اللي موجوده في السوق حموضيه، تتحط لايه؟ الارض القلويه. طب الاسمده اللي موجوده في السوق هي حموضيه، والارض اللي عندي حمضيه، هينفع احط لها اسمد حمضي؟ مش هينفع، يبقى هحتاج احط لها اسمده ايه؟ مخلبيه. الاسمده المخلبيه دي، المخلب ده بيبقى ماسك الماده المغذية، بيبقى ماسكها كده زي الخطاف، اتحط في التربة، النبات بياخد المادة المغذية والمخلب بيمسك الايه؟ أجزاء التربة من الحموضة، عشان ما يتفعليش مع الحاجات اللي هي الحمضية التانية، الأسمدة الحمضية اللي أنا حاططها. فهمتوا معايا يا جماعة؟ تمام كده. ده لو الأرض ايه؟ حمضية أو ملحة، ده اللي بيحصل في السماد المخلبي. تمام ماشي لحد هنا كويس. الكبريت بقى بيظبط لي ده كله. لو ارض حمضيه بيظبط لي البي اتش بتاعها، يخليه مايل للقلويه، عشان اما احط سماد احط سماد براحتي. لو الارض قلويه بيظبط لي البي اتش، بيعادل لي البي اتش. تمام، فهمتوا معايا النقطه كده؟ تمام. وكده ده كل حاجه عن الكبريت الزراعي والكبريت الميكروني. الكبريت الميكروني ملوش دور الا الرش، وان هو مبيد، يعني خفيف، مبيد وقائي، مبيد وقائي من الفطريات، بس مفيش اكتر من كده. ويترش انه اكتر من له خيب، ما فرش، ما ايه، بيترش بس. تمام يا جماعه. الكبريت الميكروني مصنع خصيصا للرش، بمعدل 2.5 جرام للتر رش. ايه؟ مبيد وقائي، مبيد وقائي للحشرات، يعني بحط مبيد وقائي بس، ما بيعالجش كمان، ده وقائي ترشه عشان يقي النبات من الاصابه الفطريه. اكتر من كده ما بيعملش. لما الكبريت الزراعي اللي احنا قلناه ده كله، اللي احنا كنا بنغرف في فيديو كله على الكبريت الزراعي. الكبريت الزراعي اهم حاجه في الدنيا، يبقى لازم قبل ما تزرع الارض، بعد ما تحرث الارض، ترمي لها السوبر فوسفات ومع الكبريت. 300 كيلو جرام سوبر فوسفات معاهم 300 كيلو جرام كبريت على طول. من اهم الزراعات الناجحه، الزراعه ما تكون ناجحه تحط لها كبريت وسوبر، سوبر فوسفات وكبريت على طول. الزراعه عندك ناجحه تحط لها سوبر فوسفات وكبريت. تمام يا جماعه. تمام، والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عنده اسئله او استفسار، ما فيهمش اي حاجه او في اي كلمه مش واضحه، سيبها لنا في التعليقات او على رقم الواتس اللي موجود على القناه. واشكركم اشكركم اشكركم.